تعمل مصر على إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ رفح البري لاستقبال المساعدات لصالح غزة. يأتي ذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتجدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء. تضم المنطقة التي يجرى تجهيزها أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين.